الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وحين كجرنا يهردعي أن تفسيرك وصميني أي نريد الدرر في مقدمة التفسير، وحين هلقا كغصوب بحني مكانة أما منزلة أما أهمية قرآن كرها أربعة أسباب القرآن الكريم. القرآن الكريم كهي مقعية دولي يهي سمى الله كتابه إلهي كتابه سوي حكومة عبي بأسماء كثيرة مقعية الفربضا من هو حكم ذا القرآن وكال آخرين. إن هذا القرآن قرآن يا كال آخرين يهدي وحكوها نونين إياه ذلك للتي طريقتي هي أيضا أقوم توصنان تبضميد الكتاب إلهي كتاب أيوكم مقعاوي. لقد أنزلنا وحنا دجنا إليكم حقينا كتابا مثل قوري بعنى كتابا مكتوبا مثل قوري وفيه ذكركم واندين أيكسوا من دي أما الشرف دين الفرقان وحكرو إلهي كم مقعاوي من حق يبادل كالصاري تبارك الذي وحى وخير كيسوبة عليه نزل الفرقان كحق يبادل كالسار يكسو دجي على عبده أدون قيس محمد ليكون للعالمين نذيرا سوى عالمين تدقوا النقضه. التنزيل تنزيل با إلهي وكم مقعابي وإنه قرآن كل تنزيل رب العالمين عالمين تربي وذكي وسو دجي ويهيب وغير ذلك إياك غيرك ومما ورد في القرآن وهي لا قرآن كم يعيد كسو أروري كم ملا إلهي قرآن كيس مقعيه فربضاً با إلهي يكون مقعابي قرآن كرائم بضاً أي إلهي نوغو الشيغي لكن لو رأينا كسو قادرنا قرآن با إلهي يكون مقعابي وكال آخرين أي كتاب وكال قرآن با إلهي يكون مقعابي فرقان وكا حق يبادل كالسار يا إلهي كم مقعاب تنزيل وكا إلهي وسود يا إلهي كم مقعاب. هذا هو غدا غالب من أسمائه أسماء ذي سوح غالب نقضي عن نقضي القرآن والكتاب قرآن إيا كتاب روعية وحنا الليلة لي في تسميته قرآنا قرآن مركز لقوم مقعابا يكون هاشيسا متلوا بالألسن من لقو آخرين عربضا وروعية في تسميته مقعو جيسا وحا ليلة لي كتابا لقوم مقعابين لكونه مدونا بالألقام هاشيسا ويهي من لقو ديوان قرين لقو قرقان وفي تسميته مقعو جيسا بهذين الاسمين لبدا مقال لقوم مقعابي إشارة تلمامد باكسور إلى أن من حقه قرآن كحقه سوى حكم ذا العناية بحفظه إن لقود داله الله عناية ذا الله قسية بحفظه إن لقود إلالية في الموضعين اللي وضع ميرود لا في موضع واحد ملك لأن لقود إلالين ويعني ذلك كاسره حجد أنه يجيب حفظه وحواجب إن لقود إلالية في الصدور اللابها والصدور إيا صدر هذا جميعا لمان فلا ثقة لنا كالسوني ونقب سنانين بحفظ حافظ من حافظ حفظ جيسا حتى يوافق إلا وافقه الرسم المجمع عليه من الأصحاب رسم يا قرآن قرآن الله يسكو وافقه أصحابته يسكو وافقه المنقول إلينا إلينا سوقوري جيلا بعد جيل جيل كذب على هياتي قابسة التي وضع عليها الله أول مرة مركي وقوه الرئيسي ولا ثقة لنا كالسوري نوغوستو لنا بكتابة كاتب مدوح قرالك حتى يوافق إلا وافقه ما عند الحفاظ حفاظ وحاكتو ذا أغسقنا ذي أيكو حفظين بالإسناد الصحيح إسناد صحيحة المتواتر المتواتر كاهي انت صوتيرو أمرك لشوكو غري لغسقو بيه وبهذه العناية إن أيضا إيد ذلك أي قصدك التي تصو بعث الله إلهي كدري
كوكعي في نفوس الأمة المحمدية نفاها أمد النبي الله محمد اقتدام بالنبي هايو النبي ذي كده ينيسا أيا بقي القرآن وقرآن وحكم باقي هذا محفوظا من لقو إلهي في حرز حريز في حسن حصين بفيس أرق إنجازنا يدور لما يسري لوعد الله إلهي بلنقات كيسي الذي كاسو تكفل كفالا قادي بحفظه إن لا إله إلا رنيو حيث يقول مشورني إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون أنك أي قرآن كسودتشني أنك أيانا إلى علينا ولم يصبه قرآن كما دعين ومهل إنما أصاب الكتب السابقة وحي حلالي كتب تيهوري ومن التحريف وعين والتبديل يبدلين وقداع السند يسند كي سئلو قوه أسماء ذا قرآن كيان شاقني وحعان كألبا القرآن يا الكتاب قرآن وحلو لي هيواك الله أخرين عرب هذا لقوا أخرين أيوه كتاب مركل لي هينا وحلا من عسر يا إنه يهيم للديوان قلين هذا بروف في رسائلك في سورة البقرة ذلك الكتاب مركل إلهي لي هي كتاب ومسر بمعنى المكتوب كله قريبا لوجة ما قرنين وكذلك الكتاب إلهي لي هي ما قرنا وكتاب هل كان يا الله انه لا راهي واكل وشربيه ده كجريا مجرين معناه هو اشاره يسا انه لا مرمى يها ان القرء اقرا لو الى عليه بركا لبدا مغا وهي عام نقدين اما لبدا مغا وها لا ملعسريا ان قرانك حق يسا كمته ان لبدا ميلود با لو الى عليه إن صدر لو الى عليه اي صدر يلاب لو الى عليه بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا علم سئل هيد مركا لبادنا مكة لمار ميانو قف حافظي حفظي يوحو دوشة كأخري كمكة لصوناني إنو إلا رسمي يا قرآن قرالك أي صحابة يسكوا فقين جيل با يفع يا أمدي با أمدي كدن بيسي أي سوق دبين يسي إساقو كسوغا سيدي مالين تيكو بادي القري وها إلا أوافق حفظي سكا حفظي ساقاذنين كذلك ما قاذنين كتابة يقرال عيد قرتي إلا ويسنا وافقو نمجح حفاظة كتاب غير هاي حفظي سن سردك صحيحة هي متواترك سردك وده إلا قاربك سا قاربك ورينية قاربك سا قاربك ورينية إلا رسول الله محمد قال سندك ورقا كلا ورينية سادك صحيحة لبدا سالك مرمانا إن أيضا إلى هاي أمد النبي محمد وكد رأي وكوك عياه يقول النبي قوة كو ديانا يا أي قرآن كاس إلى هاي وكو إلى لي وحرزك يدو فايسك إلى شبه إلى هاي قلي وانا دي فلن إلى هاي بلنقات كيسي وإلى هاي كفارقة إنو إلى اللي يقولي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحفظون ومعجزين كأيه كمتاي هدين ما أنت لو قلده أو قرأ الكيس اللي قلده بل إسكيدة وحلة وكرية أما وحلة قد ما يه هدين حركه لدوريه وهو يعد وهو الرئيس اكتا أيه قرأ نيسا هدين وحافظ يمادو دونيسنا إنو وحان شرين وقلدان وأخريه أيها الكتاب كان له يجي أيه إن وحى وخري أيه قلبي هاي أيه الله قرر أيه إمك واقف وان علماء القرآن ككلا أخريه إنه ده حبس عن عاصم بين مركه هاي سنين واتن قرآن ككلا مركه علماء إمك أخريه أنا ده طبعا كي قرابة مركه ده دل خلقو برانا أيه مركه ساي مادي لين بعدين بعدين يقولي ورودات وقرآن كانوا قلدر وأخريه يمحوه هذا هو الناس كبع عامة لكن كتاب كيسا صون يقان شافوا قرآن قلدر مبريهم بأخريه يابول لأنه يسوق ذكر هذا حفصهم ويقان عن عاصم أيمو يقان ميت كلام واقولن قف يا عامة هوا صور كم حاضر مرين تدخل علم هذا حال خمسة أوصاف القرآن وأوصاف المنزل عليه قرآن كوسيفوين كأيات المامه وليه هي يكلغو سودجيه او سافديه المامه وليهم
وصف الله القرآن قرآن كي لا يحكو سفي بأوصاف كثيرة أوصاف يسفين يتل وعفر منها وحكم من النور إلهي النور بكو سفي. يا أيها الناس الددو قد جاءكم وحيدين يمي برهان حجة أيام ربكم إذن كتمي. والنبي الله محمد يعلم ذا قارك الشيئين وأنزلنا إليكم وحديث ودجنا نورا مبينا نور عد أو كتابك القرآن كان وإذن سودجنا بإلهين هدى وشفاء والرحمة وموعظة انت سوى ذكرته أي إلهي وكسب آية من آياته. يا أيها الناس ضدوا قد جاءتكم وحيديتي موعدة وان ورأيك وحلقوا أنتو بيو من ربكم ربك هاتين وشفاء وشفاء يبك سادي يدو لما في الصدور وحلا بها قصوا اي عقيدة دي حميدة اي شكي اي شكوك دي ايو بركة اذا كشافين ايا هدى هنون اي ورحمة للمؤمنين هنون اي نحريس بوضتك المؤمنين طوها مبارك ومدل بركي. وهذا كاس كتاب انزلناه كتابا سودتشن ويا مبارك وخير كيس اللبدي مصدق الذي كان ورميني بين يديه كهري مبين ومركا كي مركا عديني أم عداي قد جاءكم وحيدين من الله حقيسا نور نور أيائي دين كيم والنبي الله محمد وكتاب مبين هي كتاب عد أما مبين كتاب حق عديني بشرى بشارة يا إلهيكم وقعب مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وحتى الأبال إنما حمدوا كهذا عدو ملك الجبريل كو هذا فليبت غيظا بيكاليك هاي سكب دينتو حيل فإنه نزله قرآن كويحو كسو دجيو إلهي وسو ديبي على قلبك بإذن الله إلى إذن كيسي وقرانشيس يقسو دجي صديقا حالو يحي كتابة وقسو دجي مدر همين لبا بين يدي وحي كهري وهدى وبشرى هنون يبشرى حالو للمؤمنين ويحي. عزيز مد مركا أن لو سو دوان كرين أو إسئلالين با إلهي كم بقعاضي إن الذين كفروا بالذكر كوا مركا كقالوا بي قرآن لما جاءهم مركوي بي دي وحي وحبي يلما ينوي وإنه قرآن كل كتاب عزيز وكتاب منيع أو إسكير علينا يوح اللي يوحي مركا عدي حمال الضونتا أما عدي مركا إسرادة تحريف إيا مركا وعنكو صبي إسكير علني مجيد أي إلهي كنت المعرض أو مد مركا يسب ما شرف لا بل هو قرآن مجيد قرآن مركا شرف لوي وحكى له إلهي كنت بشير ونذير بشير بشاري ديقة أي إلهي كنت مقعب كتاب فصلت كتاب القرآن هو كتاب لك لساري آيات وآيات كيسا قرآن نحال يها إياه لك لساري مثل آخر عربيا وعربيا لقوم قراء إياه لك لساري يعلمون قرانا يوح قرانا بشيرا قرآن كاسو بشيرا هذه مد بشاري ونذيرا هذه مد دي سيفوين كايات المامها كالقدسا أي إلهي كسبه وكل تسمية أو وصف هو باعتبار معنى من معنى القرآن ما معك صائن صوت الماني أما وصفك صائن صوت الماني ومعنى أي الله اعتباره معنى ذي سكمدا أي الله اعتبارنا دواء نور خمر كالفتين سنة وهنو كاللقو هنون وشفاء كاللقو بكسن ونحريسة وواندة وخمر كخير كي سبريه وكامر كحق يبادر كالعدين وكابو شارين وكامر كدعيد سودح قلي كرتين يعيد مركا خلدي كرتاني كرين وكاشرب داري وكابو شارين وكادقي ومعنى معنى دا أولي هاي أمسي مسي وين كيسا كمنا ومن أوصاف جبريل الذي نزل به أوصاف دا أولي هاي جبريل إلى هاي سودي بينا
نزل به الروح الأمين وحا كتاب القرآن قال لسو دقي روح الأمين وملك الجبريل على قلبك لتكون من المنذرين قلبي يا أيو كسو دقي ساد منذرين توغمد نقطه إنه لقول رسول كريم قرآنك وقول يا هذا الرسول يا إرقي كريم هو أخلاق لي سيدغن كيس ونكسية وملك الجبريل إضافة الله تيرنا يانا إللي وقول كيس وكي إله يسو ديبي أودين نبي الله محمد يسو ديبي رسول كاسو دي قوة أود له قوة هي أود إله يسيين عند ذي العرش الله عرش يجدي سنة مكين مكانة دي منزلة دي درجة كولة مطاع ثم هل قاسب أواد كان الله قاسب مدح ملايك تاهو أيوه قاسو تياطي عدو أمين كاسو أمنه إلى وحي يسو كأمني وما صاحبكم صاحبك إن محمد بن مجنون مدوالا موهان ولقد رآه وحركو أركي ملك الجبريل بالأفق المبين هذه مركز يعني عديد أيوه يسوى السورة دي سيرة أيوه كأبو ريلة أيوه كأركي وما هو مناهن على الغيب غيبك بضنين مدمركا بمتهم بضنين ببخيل ضهد الآخرين وبمتهم ضهد الآخرين وببخيل متكو بخيل ما هي مدنك مركا سوق السيرين قال تعالى إلى يوعى وكورت أما سورة التكوير قال تعالى إلى يوعي إنه لقرآن كريم كتاب كان قرآن وقرآن كريمة أو ناكسن أو في كتاب قصوا مكنون كتاب مركز الإلالي وكتاب قرآن كما هو اللوح المحفوظ لا يمسه تابا مايان وخبر بمه عن النهي يي تابن إلا المطهرون أما لا يمسه هذه اللوح المحفوظ اللوح يكاسوري تابن إلا المطهرون ملايكتا لطاهريين مويان هذا هنا لكن وكتاب القرآن كابو نقرية أو يساقون قرنين بالسيت الوابيين مركا لقردونه لا يمسوا إلا يتابن إلا المطهرون إلا المتظاهرون هو مركا طهارق بين نفوذ طاهريين يحدث يدي مركا كطاهريين موياني إذكر يتابن وقف ظاهرة ينبالو قليها إنو تابتو marka meel dhaxana marka ilaahay uu marka soo dhiibay malaa'ikul jibriil oo aamina ba ilaahay uu soo dejiyay ayuu ku soo dhiibay nabiyullaahi maxamed oo isaguna amiinkii la isku waafaqsanay ayaa ilaahay uu soo gaarsiiyay sidaas marka uu noqday mid ku ilaashaba sita ahmiyatu tafsiir alquraan inta marka inuu taa kaga tagna ahmiyadda uu leeyahay quraanka fasiridiisu in alquraan alkariim قرآن الكريم كايسين هربوا صوشين كلام الله عز وجل إلى هذا الكيس ويب وخطاب الله لعباده وهذا الكو إلى هيئة دومي سكول هذا اللي محوك هذا يبي ما استمر عليه وحو كتابه كوصا من أوامر أوامر والنواهي نواحي وفرهي ونواحي نهيني هو دستور المسلمين الخالد وأن الدستور كا أي مسلمين تليه نواريا وإذا كان كذلك مرخصا هذين فلا بد وحل لغمارمان من فهمه إلا فهما يا لغمارمان لتمكن سلهم كان سيقفك وقصور تقشو من العمل إنه كنك بما نص عليه الحدي لأن العمل كنك قرانك هو المقصود من إزار سود جندي سوى وحل وقتشيدو فيعد وحل قتل تفسير القرآن قرآنك فسري ديسا الوسيلة وسيلة التي وحل وقارية التي تاسو تحقق حقيقة ليس فهم كلام الله عز وجل إلى هذا كيس فهم ديسا والوصول هي إلا قارة إلى المقصود منه وحي لوغة شهدي وهو الذي تفسير هواك يمكن سورتك لنا العمل قدقانك والاقتداء به يكود يشديسا مركز انت قرآنك يا أهمية ديسا كغتقنو قدر كان لحد وحوية وأهمية أولي هاي قرآنك إلا فصره أو دي إلهي كتاب قرآنك اللقادة عربية أو اللقادة أقوم مدنين مركز لقال لقصة دي إلهي الدوري
أمده إلهي أبورينا وإن تاسع أمدود وكمنان كامركا لقضود يأف إلهي يسميه إلهي وعري ولقد يسرنا القرآن للذكر إلهينا وأوفد إذيي أمدها صرنا القرآن كبر شديسة قف آناد وحو آخرين أيوه أنا كاقد دوانين شمبرتها هلغا خدشيغ تشيغلي أيام مركو قرآن كقول وقاعد قرر ليسا بركا قف والبي إلهي وأوفد إذيي قرآن كأخرس شديسي بر شديسي وحك رمركا أيضا رد مشروعة إن أمد والبا أفقادي هدران لقو فهنسيو أفكادين لو قف سلول الفاسيو بركا تفسير القرآن ما ترجمة القرآن وي قرآن كدو قيسا إن لا ترجمة ودو قرآن ك يعني لغة كلا لقو قرآن ما بنانا لأنه اسم الدب ولا يان إما كاتين وسأنا قرآن كأب سوالك قرآن ده أب سوالك يعني سو صو ماها ده إما سام يث يصاب يصين يزاء انت اسوك لدوان بولي انا قد اوحين واو دصا مركا اسم الدبون ايو هل لقو الدبون يعني الدبون ايسا او صدا اللوغو هر ليا اللوغو هر لكرامي شرتو مركا ترجمة حرفيين لغو صلى ايا قرآن كما مركا لكن ترجمة معانيه معانيه سا ان لفصيرو او ددك الله شاقا واره مهيمة مركا قرآن كاري ما دامو يها الهي كرام كيسي ما دامه ويا خطابك يا هذا الكي إلهي وكل حد ليي يوحن وفريو يوحن وودي إذا يبا إلهي وكل حد ليو ما دامه ويا هذه السور كان مسلمين تو إلينا واريا وحل لقى مارمان نقطة إلا فهمه سد الله أقول لك ما وأمر كي صلى الله قاته أوحو دي إذا يلا قد يرادو أوحي ولا يسروا تلمامه يلا قوسي فابو وحل لقى مارمان إلا فهمه لأنه مركز إن لقو دقما ومرسود كإلهي يسود الشيبة حتى ينمان ضد يدون كلاقات لقاي مركاين حفلة دهان لقو فرفرطة أما بهالكاسون الله صبح الله بركيسو تا إلهي يسود الشيبة إلا آخر سواجر لقهلو إن لقو دقما وإن دل فاموح شيء لقو دقما إياه إلهي وطرقران أدام أدام والله قام مرمان يفان كيسو يحي سين لو أقول لك ما وش عدي علم التفسير علم قاف السيرد ده يترجم دنوا وسيلة ده يشيء قال لقو قال يحقي شو ليس إلى هذا الكيس إن لفهم يين مقصود كلا قال ليه اللي قالوا وأنا كسور تجرينا يا إن لقو لك ما الله قو حنون هذا بقى أنواع سبعة أنواع تفسير القرآن الكريم نعيالك وقيب سبا تفسير القرآن الكريم كهي واحد تفسير القرآن بالقرآن بذي واحد قرآن قرآن لقو فسير أيوه وهو أن تفسر بعض الآيات القرآنية وإن لقو فسر آيات كقرآنية بركود بما ورد وحا كساري في القرآن نفس القرآن كاللفديسة فقد تأتيه وحا إمريس بعض الآيات آيات كقاركود مجملة أيضا الله ضدوي في موضع ومفصلة ترى يظهر لك على صارف في موضع آخر وقد تكون إيه نقطة لك مجزة مثل جابية في موضع ومبسطة مثل بلارية في موضع آخر ومن أمثلة ذلك وحكم ذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كوالين نبره وأوفوا فيه بالعقود بلامها إيه الشيء سيدا أحلت لكم وعلى ذلك بهيمة الأنعام ما يلانك نعم وليلة إلا ما يتلى عليكم قال إذنكو آخرين دون مويانا فقد فسر قوله إلا ما يتلى عليكم إلا يوحى الذين حلاليه ما يلان كحول وحى الذين آخرين دون حرن مذي سمويان بركاسا في موضع آخر وحى إلهي كفسر بقوله تعالى حرمت وحى الذين كحرن تنوي عليكم الميت بختي والدم ديقي عرب عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير يهل بكي دوفارك يوما كي اهلا لو قبت مركي لغورعي اللي لوغو سوديه لغير الله به الهي وحا غير كي يعني لوغو سوديه لوغو نواني والمنخنقة تيلا سرية سرية ودبتين والموقودة تيلا قراعية قراع ودبتين والمتردية تيلا سركة صود عدي والنطيحة تيهردية كل بيتين ومتكرة هردية وما أكل السبع
يبها الخوحي وعري إلا ما ذكيتم وحي قبر عديد مويان ومنحرق هذا يمركاز وحي كدن بيو ويستاسون قريا يو ماكي أيال الذي كحر انتمي يذبح على نصب يعني سنمذا لقد القوعي سداسا مرقى قرآن وقرآن لقو فسره وميثال ما ينكسوق هذا النوو بديهي وينقسم وحنو غير سبيه تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم إلى بعثة واحد أفر نوع واحد تفسير القرآن الكريم بالقرآن قرآن وقرآن لقو فسره يساري صار تخصيص بعد آيات القرآن الكريم العامة بالقرآن آيات غير كوضو عامة إن قرآن كي هدنا آيات كان لقو خصيصه جيم تغييد بعد آيات القرآن آيات غير كوضو لقو قيده أو لقو دبره لآيات الأخرى مطلقة منه آيات كره أو بلا دبرية بلا سيطاء أو لقو دبره أو لقو سيطيه دال تفسير بعض ما تفسير بعض ما شيء بركينا إلا وكرا سارو أجمل الله ضدبه من آيات القرآن كمدة في آيات أخرى منه آيات كلا وكمدة إن يعني لو كلا صاروا أو لو كلا عديوا درس سؤال كأنه وجه والله أعلم.